السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدت بالك انت التحكيم بيعمل ايه مع النادي الاسماعيلي؟ خدت بالك ايه المقصود من كل اللي بيحصل ده؟ هم عاوزين ينزلوا الاسماعيلي، عايزين الاسماعيلي يهبط درجة تانية، درجة تانية يعني، ولا ايه بالظبط؟ في بداية المباراة الاسماعيلي بيسجل هدف، الفار بيرجع ويقول لك اوفسايد على النادي الاسماعيلي. ماشي يا عم هنعديها. وفي الشوط الثاني ياو انور بيجيب جون، بيرجع 4 اسابيع ورا عشان يقول لك الكرة فاول من عزبة ابو بلح. خدت بالك من النقطة دي؟ طيب يا عم، في الشوط الأولاني أو في آخر الشوط الأولاني في كورة ياو أنور كان منفرد بيها، والكورة راح جاي بيلم اللاعب، عدت واللاعب بتاع فيوتشر خبط رجل ياو أنور ووقع جوه منطقة جزاء فيوتشر. الفار فين؟ ما أنا لما تحكمها بالعقل كده، تعالى الكورة مشيت في أي اتجاه؟ الكرة في الإعادة لمست رجل مدافع فيوتشر؟ لا، ما لمستش مدافع فيوتشر. الكرة عدت ويو أنور وقع وفي تصادم حصل، يبقى دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ طيب إيه لجنة الحكام عايزة إيه؟ ما كفاية اللي النادي الإسماعيلي فيه. زي ماتش سموحة، ماتش سموحة في كرة لعمر الوحش في الشوط الأولاني بيقع جوه منطقة جزاء سموحة بخبطة أو اصطدام في رجل الرجل. فين الفار؟ مفيش فار. وفي نهاية الشوط الأولاني في مباراة سموحة لمسة يد داخل منطقة جزاء سموحة، فين الفار؟ مفيش فار. الفار ضد النادي الإسماعيلي؟ خلاص مش هيشتغل إلا ضد النادي الإسماعيلي، مش معاه في نقطة وحيدة يعني. النهاردة أنت عشان تعيد لي كورة ياو أنور وتجيبها في فاول مشكوك في أمره وفي صحته وفي شرفه من عند جون فيوتشر أو من كيلو 14، يعني مسافة كبيرة جدا. احنا بنلعب في استاد اسماعيليه، انت ايه اللي يرجعك على الطريق الصحراوي؟ انت قصد الموضوع ده يعني؟ هو اللي بيحصل جوه النادي الاسماعيلي مقصود، واللي بيحصل من لجنه الحكام مقصود، واللي بيحصل من الاعلام ضد النادي الاسماعيلي بشكل همبكه مقصود، واتحاد الكوره قاصد ان النادي الاسماعيلي او لجنه المسابقات قصد النادي الاسماعيلي ينزل درجه تانية. ما احنا عاوزين نعرف ونفهم. ما هو الناس دي لو قلبها على النادي الاسماعيلي او اتحاد الكوره قلبها على النادي الاسماعيلي كانت خدت قرار ضد مجلس اداره النادي الاسماعيلي اللي بيغرق النادي، اللي فيه حاجه مش مظبوطه جوه النادي الاسماعيلي، وكلنا بنتكلم وجماهير الاسماعيلي بتتكلم. لكن تعالى نخش بقى في المباراه. بص بقى للمباراه، انت بتلعب فريق جميل جدا ومن افضل الفرق اللي بتلعب كوره على مستوى الدوري المصري. فيوتشر النهارده يعني عبد الكريم الوادي يعني بيعمل انفراده من وحده، كان هيجيب جون عالمي النهارده، كان بيهشتك ويبشتك في دفاع النادي الاسماعيلي بصراحه يعني، واللعيبه عماله عاوزه متغاظه منه. لعيب حريف ما راحش منتخب المغرب ليه؟ انا ما اعرفش يعني، لعيب بسم الله ما شاء الله يستاهل دوق له ذهب. ومحمد رضا عمال برضه نفس الحكايه، بس محمد رضا عنده مميزات كتير. تعال بص بقى، ومدرب قاعد على خط الملعب بره بيقود المباراة بشكل واعي. علي ماهر هو أفضل مدرب مصري في الوقت الحالي من وجهة نظره، مش واخد حقه. نعدي النقطة دي. مكاسب النادي الإسماعيلي في النهاردة يعني ياو أنور، رغم إن الجون بتاعه اتلغى، لكن بيعمل خطورة للنادي الإسماعيلي، بيعمل شكل كبير جدا. وكان ينقصه النهاردة عشان يسيطر على المباراة هو امتلاك خط النص. الإسماعيلي كان يمتلك خط النص، ويا ريت رسالتي توصل لاتحاد الكرة ولجنة الحكام، انتوا ضد الإسماعيلي. رسالتي توصل كده. انا ما بتكلمش النهارده في كوره. فيوتشر افضل، فيوتشر فريق عمل كوره جميله جدا. الاسماعيلي عنده اخطاء كبيره جدا في خط الدفاع، وكان ممكن يشيل 2 3 وكان ممكن تعمل، بس في جوان جابها النادي الاسماعيلي بتتلغي، وفي كور للنادي الاسماعيلي ما بتتحسبش. ضربه جزاء ليه ما اتحسبتش بتاعت النادي الاسماعيلي اللي في اول اللي في اخر الماتش الشوط الاولاني؟ اكتب تعليقك ورايك وقول لي انا صح ولا غلط. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.